خويا الاسوا 100 غاليه برشا، الاسوا 100 طلعوا فيها كما نعرف انا، ما نعرفش شنو اللي فما الله واحد، شنو هي مليون ونص باش يشري كهرباء، انا مليون ونص، زوز ملايين ونص لو معقول هكا، رانا شعب زوالي، رانا نحبوا نعيش، شنو هو الحكايه في قول رواحكم، رانا شعب واحد باش يقول لك عالفة واحد، يا ودي ما تفهمين، اما مليون ونص، زوز ملايين ونص، شعب زوالي ياخذ في اربع، خل كمل كلام، ياخذ في 400,000 500,000، تجي تقول لي مليون ونص، تو هذا معقول؟ انت والعالفة نسمع فيك بكري، قلت انا في سوق الكراه مانيش في راحة. لا في سوق الكراه، ليه كلمتي وقول مخاف من حتى حد. يا ودي نحن رانا خلينا نكمل كلام رانا في سوق الكراهب نحن عبارة تو رانا شعب تونسي زوالي نحب نعيش شنو مليون ونص مليون و800 زز منين تو هذا معقول تحب تعيش برا مش معقول لا خويا امور مريقل الفلاح يجيب لك افهمني الفلاح يجيب لها مول قشاره تعلي وسمساره تعلي ماهوش معقول رانا توينسه نحبوا نعيشوا الناس الكل ولا خالي تتهلك على الناس الكل خالي تتفرشك على الناس الكل ربي معاك قلت لي فلاحة احنا اضربوا معانا ما كنت تحبوا عاصم يا خويا تمشي خويا المواطنين هذه كلها تمشي وتتكلم خويا عاون العلفة غالي معل العلفة غالي سامحني لا من غير ما تحكي صح سامحني كنا عاملين حسابات صغيرة علوش المواطن التونسي ياخذ علوش عمر قداش ديما بين 7 شهور 8 شهور باه يعلف ليه قداش انت شهرين شهرين علف يكذب عليك يقول لك نعلف عندي عام صحيح فماش يا ولدي فماش صح نحكي معك كيف اللي يحتوى الران نعم عملي حسابي شهرين ألف هذو خاش تكلفون ها؟ خاش تكلفون شهرين ألف انت وش تكلف اخويا 500 ألف قديش شهرين ألف ها مالا شنو لا مش على الراس يا ولدي مش عساي كل يا ولدي يكذب عليك يا ولدي على الراس اعطيني على الراس خاش يتيح على الراس خاش يتيح قديش 50-40 ألف باه 50-40 ألف ألف هي معليش من الاخي نسمع احنا في 14 15 16 اي هاني قلت لك نرجعوا احنا المواطنين تمشي تهدر مع الفلاحه كلها تمشي تلم هذيا قدام معتمدي اخوي العلفه غلطه يا علفه غلطه مالش لو تضحك انت الفلاح كي يمشي يضرب لك انت يستنى في الشعير ب 85,000 اللي كان قبل ب 40,000 صح قد تسمع رايك واش مش عندي من راي يا صاحبي لا حول ولا قوة الزوال يرغي والفلاح يرغي ماشي ماكله بعض وربي يقدر الخير بالرسمي ربي يقدر الخير كلمونا صلاة يساعدونا بالعلف العلف هي اللي غالي اجي تفضل انا قالوا لي هذا هو السبب في الغلي احكي لي عليه شنو هو السبب؟ انا سبب الدولة هي السبب العلفة غالية طنات البوسونات مليون ونص ناخذوا فيها طنات البوسونات ولا ناخذوا فيها مليون ونص وربي قدر الخير. الساعي نتاعك يوم سيئة بعته الحمد لله يا رب. لا والله ما زلت هاني بعت تجي 6-7 كبار. يا ربي بقى عليك يرحم والديك. يا ربي بقى عليك الست. عايش وليدي. يا سيدي من زوز ملايين مليون ونص مليون و700 عبارة سوق الكراه. شنو ناخذ بارتنير. أنا رحبة وين الرحبة؟ هذه رحبة كاميونات هذو مش رحبة. ولا شنو هذه رحبة؟ الاسعار قد تسمع فيها من بكري تسمع في 14 15 150 18 100 زملين ونص كل الزملين ونص بقول كيف المزمر كيفاش باش ياخذ علوش ما عادش رحبه وين رحبه؟ تقعد كنا ندور في سوق الكراهب تقول لي رحبه هذه رحبه مش رحبه عندي انا وين؟ ميزانيه نتاع قداش انت عام؟ شنو الميزانيه نتاع مليون و100 هكاك ما فماش مليون و100 يقول لك كم من هذا 13 150 اعطوه زاده مش اعطوه اعطوه تقول لك 15 100 نبيع علوش 700 ومتاع 600 كنا قبل نعيد ومتاع عيله وينو يا حسن على 700 مازلت 700 تو 700 يا حسن ب 500 تعيد قبل ب 700 تعيد 800 تعيد كنا قبل نقولوا 350 تاع الزواوي و 400 و500 و700 تاع المركان زوالي مليون و200 تو ريت الزوالي اكثر من شريط ياخذ في 600 يزيد 600 اخرين قرض كيلو الحم ها هو يعرف كيلو الحم لهنا تو في الرحبه ب 80 دينار فهمني عنز الزار احسن نوعيه توصل 54 باهي عنز الزار 54 لهنا ب 80 دينار وانت شوف ايش حاب تشري واضح هي ما شاء الله رحبه معبيه من بكري ولكن نشوف العبيد تدور وتخش لا اخزر شوف العلوش اكثر من العبيد والثروه الحيوانيه موجوده اكثر من الطلب
وبقدرة ربي العلوس لازم يتيح بالسيف عليه باش يتيح. اما يزاد يحكي على العلفة، يقول لك علفة 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 في يوم علفة 500 علوش يعلفهم. علفة قداش عمره العلوش؟ كل يوم مليون يا ودي. العلوش قداش عمره تو العلوش قداش عمره؟ كل يوم يعلف مليون. اللي نشريه التونسي بين 7 و8 اشهر. عندك توا 7 و8 اشهر الحشيش موجود في تونس. اي واحد باش يحكي لي على العلفة راهو يكفي. واضح خويا؟ السروح موجود مصلي على النبي فما مطر سنين هذايا كلها خويا تزيد في 400 500 المواطن فهمت خويا؟ هذايا هو خويا السوم اللي يحبوا يبيعوا به. تسمع علوش قطوس سمح في كلمه 800 دينار ويوصل معناتها زوز الى زوز زوز ونيتي دايده راه مصلي على النبي سنين هكا ولا خويا الاسوام لهنيه راهي زايده 400 500 الف. واضح خويا؟ الاسوام زايده 400 500 الف. اللي يقول لك فلاح وما فلاح خويا راك عام كامل سنه عندك 7 8 شهور سروح. مش تقول لي راني وكلت وما وكلت. نعرف البالة تبيعت في عيد عمنان ب 30 دينار. برشا عباد يقول لك معناتها سماح برشا في وسط العام. نعرف راه مش ما نعرفش، اما اقول الحق عندك 7 8 شهور سروح السنه. سلي على النبي سلي على النبي. اليوم يقول لك الوسيط هو السبب، يقول لك احنا رانا هنا في الشمال نسلي على النبي مطر. يقول لك الوسيط هو السبب، القشار هو السبب في الغلاء. لا قشار قشار يدبر في 100 الف مش في 400 الف. القشار القشار في الارض فين يسرى؟ في ارض ربي. شوف زلي زلي شوف كل انسان فما سريح فما سروح ولا ما فماش سنين؟ شكون يخليك؟ باهي فما سروح ولا انا عاود سالتك مره اخرى فما سروح سنين ولا لا؟ ما فماش على النبي. نحن قبلات ما عندناش. دوش يا برك باهي علوش هذا مني تابعك انت؟ تابعني انا تابعك انت؟ قبلات اه عطيني فك على الصوم نحكيو قد السوم؟ الصوم 3.5 سام ولا كل شيء بكتبة ربي. قداش فيه هذا ميزان؟ نبيع لك بالكيلو. قداش فيه ميزان؟ الله اعلم. قداش بيع لك؟ كيما سعر الحك. قداش سعره؟ 23 ب 23 بني سعر الحك ما نبيعش. عاملين ب 18 ب 23 ناخذ بالكيلو. قداش هذا الكيلو؟ حطوا كيلو على 17 وبيع بني سعر الحك نبيع لك 20 ناخذ من عندك. سعر الحك ب 20 نبيع لك ب 20 يسعر ب 25 نبيع لك ب 25 يسعر ب 15 نبيع لك ب 15 يا ولدي نبيع حولك نبيع بالكيلو تو انت شنو اللي خسرت؟ بلي سعر الحاكم قداش يخدم على قداش سعر الحاكم؟ مازال ما سعرش الحاكم. خلي سعر الحاكم وجبتهم نبيع لك بالكيلو. خليك معي انا تو بصراحة باهي لحظة بس سعر ب 23 باهي خليك معي انا بابا خليك معي انا خويا يا غالي خليك معي انا اخويا تو نسمع فيه ب 13 13 و50 الاسباب شنو تو يرجع اسباب الاسباب العلفة غالي صرفها ياسر العلوش صرفها ياسر صرف ياسر لا ثم مسرح لا ثم شيء والعلفة غير شركات والشركات كلها شدتك بالله تقول ما خذتها شركات مشكلة في العلف هاي يقول لك اغلب العلوش كلها سروح يعني يقول لك الحشيش موجود سروح نتاع شهرين برك شهر شهر ونص هذا مستثمر تعطيني نسرح فهمتني تو شويه فهمتني الصرف ما ثمش صرف ياسر العلوش وتعب مش قاعد يسر قاعد مربوط ويعلف والله قرت وتبن برت قرت وتبن ب 40 الف ب 35 تبن ب 20 في قبلات في كم جمهورية تبن ب 20 25 مش عارف ارجع لي التالي شهرين التالي يرجع لي بعد مارس بقديش تبن والله ب 25 دينار تبن والقرت اخذيته بروحي ب 35 دينار اقسم بالله اللي خذيته ب 35 دينار فهم 800 دينار اليوم تعيد تعيد في متناول الجميع ثم السوم هوش ما هوش غالي السوم 600 500 تو انسان قليل 600 700 هي ما يسنى لكن هو كي ما يقدرش يا يجيب له اللي جاب ربي حتى علوش 600 ما تجيبش حتى علوش انت وبرا ما يا اخي هو مفرض نس ما عندوش فلوس سنة مؤكدة سنة اي اللي عنده اي واللي ما عندوش انت تاخذ علوش مليون ونص وناخذ علوش ب 700 وناخذ علوش انت وعادي اللي ياخذ ب 178 دينار كيفاش يعايد هذا المسكين كيفاش يعايد 178 الف بالله ياخذ بشيخوخة بالله 178 دينار تعايش عائلة تعايش شيء بوزوزة راس راس